شاهينة، هنبتدي فقرة الأسود ولازم تجاوبي بصراحة. والله بجاوب مش عاوزين إجابات دبلوماسية. أحاول. تمام؟ شفتي الصراحة؟ ما خفتيش يوم ما قررتي إن أنت تقلعي الحجاب؟ لا ما خفتيش؟ لا ما خفتش. ما شفتيش فنانين كتير خدوا نفس الخطوة والجمهور يعني قعد سنين يتكلم على نفس الموضوع وكان في انتقادات كبيره قوي ليهم؟ شفت طبعا، بس الفكره في الاخر انه محدش بيعيش حياتك غيرك. انت اللي عايشه الحياه دي. انت عايشه حياتك للناس ولا لنفسك؟ لنفسي. لنفسك مش للناس؟ لنفسي جدا. لا مش للناس. ما بيهمك يعني راي الناس مش بيهمك؟ بيهموني بس في الحاجات اللي تخصهم. خدتي قرار ليه؟ حسيت اني مش قادره اكمل كده بالحجاب. حسيت اني ابتديت يعني حسيتي ان هو ممكن يكون اثر على مشوارك الفني فقررتي ان انت مش هكدب عليكي واقول لك انه ما اثرش، لكن مش هو ده السبب. هو اثر طبعا على مسيرتي الفنيه، لكن مش هو ده السبب اللي خلاني شلت الحجاب، لان انا حتى لما كنت بالحجاب كنت بعمل اعمال فنيه. عملت بس اكيد مش نفس النجاح اللي انت حققتيه انت بدون حجاب. بالعكس، في اغنيه اسمها شكرا قوي نجحت جدا مع الناس والناس حبتها قوي، بالذات الستات. وانا كنت بالحجاب، حتى الفوتو سيشن الفيديو لاركس اللي اتعمل ليها اتعمل وانا بالحجاب. فلا مش هي دي النقطه. في ناس كتير، دي قراءات الناس بقى. يا ممكن ناس تقول لك بس عشان شغلها وعشان مش عارف ايه وعشان الفلوس مش عارف. كل ده كلام الناس وافكار الناس، وانا الحقيقه ما بحاولش ان انا اصلح وجهه نظر حد، لانه انت بتخطي خطوه انت مقتنعه بيها فخلاص يعني. طيب ليه حصل هجوم برضو لما قلتي ان جوزي وابني شجعوني ان انا اقلع الحجاب؟